السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة، استنوا قبل ما ابتدي الفيديو النهاردة حابة اقول ان الميك اب لوك دوت هو ميك اب لوك عن الفوكسي ايز او اللي هي العيون الذئب يعني، بس هي مستوحية طبعا من عارضة الازياء المشهورة بالهديد. فهسيب لكم لينك الفيديو تحت لانه اوريدي نزل، ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاع النهاردة. طيب بالنسبه لفيديو النهارده، انا عايزه اقول ان انا اوريدي كنت عامله لكم فيديو قبل كده عن اسرار الحواجب الكثيفه والعريضه من فتره كده، من كام شهر، والفيديو الحمد لله يعني مشاهداته حلوه جدا، ويعني البنات اتبسطت منه قوي. هسيب لكم لينك الفيديو تحت. بس انا عشان عملت ابديت او عملت خطوات جديده في حواجبي، والحمد لله برضو جابت اثر كويس جدا، وبرضو البنات لاحظت ان حواجبي بقت احسن، فحبيت ان انا اعمل لكم ابديت للحاجات الجديده اللي انا بعملها اول باول، فعملت لكم الفيديو ده. يلا بينا. طيب اول حاجه يا بنات انا ابتديت اعملها، قبل ما اقول انا كنت بعمل ايه، معلومه على السريع قلتها قبل كده وهقولها تاني وتالت وعاشر، الحاجات اللي انا بعملها او الحاجات اللي انا بستخدمها. الحاجات دي يا بنات للبنات اللي اوريدي هي كان حاجبها كويس، عريض كثيف حلو ماشي، وابتدى يبوظ مع الوقت، ابتدى يبوظ مثلا من الكوافيرات اللي احنا اتفقنا ان احنا بطلنا نروح للكوافيرات عشان حواجبنا بتبوظ، وده الكلام ده انا قلته في الفيديو اللي فات. فالبنات اللي حاجبها باظ من الكوافيرات اللي بتنتف شعر الحاجب، طبعا انا ما بعممش بس يعني تجاربي كلها على هذا النمط، تمام. تاني حاجة البنات اللي مثلا بتشقر حواجبها كتير فابتدى شعر حاجبها يقع، البنات اللي هي بتبوظ حاجبها لنفسها، وهكذا، اللي هي اصل حاجبها مليان وحلو وابتدى يبوظ مع الوقت. لكن مش للبنت اللي اوريدي هي حاجبها اوريدي خلقة ربنا رفيع، هو مش هيعرضه لها، ولا البنت اللي اوريدي شعر حاجبها خفيف مش هيكثفه لها، لان احنا هنا بنغذي بصيلة الشعر بتاعت الحاجب اللي هي اوريدي موجودة، تمام كده. فحبيت اقول المعلومة دي يا بنات عشان تبقوا عارفين. نبتدي بقى نخش في الابديت الجديد. الابديت الجديد اللي انا ابتديت اعمله حواجبي هو اني بطلت اعمل حواجبي خالص خالص، ما بطلت اقص من شعر الحاجب، ما بقتش اقص منه خالص، ما بعمل شعر الحاجب من فوق. الحاجه الوحيده اللي انا بعملها ان لو ظهر لي شعر بعيد عن الحاجب من تحت، يعني من هنا من هنا من هنا كده من اخر الحاجب، هو ده اللي انا بشيله، اللي ابتدى قريب من العين، تمام. لكن من فوق شعر الجفن، من فوق شعر الحاجب قصدي، من فوق ما بجيش جنبه خالص، ولا بقصه ولا بعمله، الا بقى لو شعرايه يعني تقيله بعيده، وده بصراحه ما بيحصلش قوي معايا يعني. فهو ده الابديت الجديد، ان احنا بطلنا نقص من حواجبنا اصلا، بطلنا نعملها خالص، غير بس من تحت اللي هو ايه، اظبط حواجبي من تحت، من فوق ما ماليش دعوه بيها خالص، تمام كده. تاني حاجه ابتديت اعملها، اللي متابعني طبعا عارف ان انا كنت بستخدم زيت هندي اسمه جالاك. ده شكل الازازه بتاعته لو حد عايز يعمل لها سكرين شوت، ماشي. ده من صفحه اويلك انديان، طبعا هسيب لكم لينك الصفحه تحت. ده الزيت اللي انا كنت بستخدمه الفتره اللي فاتت وكان حلو جدا مع حواجبي، ولكن بعد ما جبت اللي هو السيرم بتاع اتيود هاوس، لو انا بنطقها صح يعني، اللي هو الكوري. السيرم ده طبعا معمول عليه ضجه جامده، انا عارفه ان شكله غريب وهفهمكم ليه شكله غريب، معمول عليه ضجه جامده جدا وهيصه كده ان هو فظيع وحلو مش عارفه ايه، فقلت ان انا اجربه، فوقفت الزيت خالص وابتديت ان انا اجرب السيروم ده لوحده. قعدت تقريبا شهر بجربه. الحقيقه ان انا ما لقيتش منه نتيجه قويه غير في حاجه واحده بس، ان هو بيساعد ان شعر الحاجب يطول، ماشي. يعني كنت ساعتها قص حواجبي من فتره، قص حواجبي، انا قلت لكم انا بطلت اقص خلاص، قص، لقيته ان هو ساعد الشعر انه يطول بسرعه، لكن كثافه او كده لا، ما لقيتش منه حاجه قويه يعني. بصراحه مش هكذب عليكم، ما حسيتوش ان هو قوي في حاجه. فانا قررت ان انا استفيد من الاثنين السيرومز اللي عندي، فابتديت حطيت على، بصوا انا عايزه اقول لكم انا مخلصه منه جزء حلو يعني، عشان كده هو شكله غريب، ان انا خلطت الاتنين مع بعض، حطيت جوه السيرم لاش ده، حطيت جواه الزيت بتاع جلاك، حطيته جوه ده، فعملت الخليط اللي شكله غريب ده، ماشي. وابتديت احطه على حواجبي كل يوم، زي ما قلت لكم انا بحطه بالليل والصبح، بالليل قبل ما انام والصبح لما اصحى، لو انا متوضيه والدنيا تمام وكده بحطه، عشان عارفه ان انا هقعد فتره من غير ما اغسل وشي يعني، فبحطه، تمام. لكن في الاساس الاساس ان انا لازم احطه كل يوم قبل ما انام. الصراحه ان هو
حلو جدا. البنات لاحظت ان شعر حواجبي او حاجبي ابتدى يتقل اكتر ويعرض اكتر، فكانت دوت بسبب اللي انا قلت لكم ان انا بطلت اقص حواجبي عشان تعرض اكتر. والسيروم ده هو ده اللي انا بستخدمه لحواجبي على طول الفتره الاخيره، ومبوقفوش خالص بصراحه، عجبني جدا، نتيجته حلوه جدا. ده السيروم ده كان من عند صفحه يو بيوتي، والزيت من عند صفحه اويلك انديا. طبعا لو عايز تستخدمي الزيت بس زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات فهو حلو جدا جدا، بس انا بقول لكم الابديت اللي انا بقيت بعمله عشان البنات بتسالني انت لسه هو الزيت هو اللي مخلي حواجبك عامله كده مش عارف ايه، فحبيت ان انا اقول لكم ايه اللي انا عملته جديد في موضوع الحواجب. تمام كده. غير كده انا هسيب لكم لينك الفيديو القديم تحت، بس مش الفيديو مش طويل زي ما قلنا، الفيديو 5 دقايق اهو، بس حبيت اشارككم معايا الابديت الجديد للحاجب بتاعي. ان شاء الله باذن الله اشوفكم على الف خير. وحابه اقول ان انا لما باجي اظبط الحاجب بظبطه وانا بعمل وشي بالشفره يا بنات، باجي عند الحاجب وابتدي اظبط ماشي عادي جدا. تمام كده عشان بس تبقوا عارفين. غير كده مفيش اي حاجه، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتتابعوني على الانستجرام وتشوفوا اللوك دوت، هسيب لكم برده اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت. وباي باي.